اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم وفي الغربال لاحتفاله قبل الحفله. انا موافق تماما على العنوان ده وعلى كل معنى يعني يسفر عنه هذا العنوان. طيب نشوف راي بعض النقاد الرياضيين في مباراه الغد الاهلي والوداد ايه. تحذير النقاد الرياضيين للاعبي الاهلي قبل مباراه العوده لاحتفال قبل انتهاء الحفله. هكذا وجه الكاتب الكبير حسن المستكاوي رسالته إلى لاعبي الأهلي قبل مباراة العودة أمام الوداد في إياب الدور قبل النهائي لدور أبطال إفريقيا، للتحذير من أي محاولات للاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب التي حسمها المارد الأحمر بهدفين نظيفين. وقال: ومن ذلك أيضا أن يكون تقديرنا للنتائج أكثر هدوءا وواقعية، فلا نحتفل قبل انتهاء الحفلة. قلت بوضوح إن الذين كانوا يبحثون عن بصمات موسيماني فقد تجلت في هذه المباراة، وتجلت في اللغة العربية أفضل من ظهرت، وقلت إن البطل الأول في المباراة هو موسيماني. ولم تغب تلك الرسالة التحذيرية عن المدير الفني الذي طالب لاعبيه بنسيان نتيجة مباراة الذهاب وخوض الشوط الثاني لمباراة الدور قبل النهائي بالقاهرة، وكأن الفريق لم يحقق الفوز في الذهاب بالمغرب. واتفق معه محمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضي الذي كتب: الأهلي لم يتأهل بعد للدور النهائي، ولكنه اقترب جدا وحجز موقعه، وهو ما أكد عليه محمد سيف في مقاله لحظة من فضلك بالأهرام الرياضي الذي وصف فيه نتيجة الذهاب بنتيجة الترم الأول ومنح الأهلي فيه امتيازا، لكنه يتبقى له التقدير العام في مباراة الإياب بالقاهرة، محذرا لاعبيه من الاستهانة بقدرات الوداد، مؤكدا أن فرصة الأهلي ومهمته أصبحت أكثر سهولة، ولكن علينا الحذر. وقال: ما زالت هناك جولة أخرى لتأكيد الحسم. ولم يختلف معه سعيد عبد السلام في الجمهورية حين قال: اقترب الأهلي والزمالك من نهائي البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري بعد أن قطعا نصف مشوار الدور قبل النهائي عن جدارة واستحقاق. صحيح الفوز للكبيرين مهم جدا خارج مصر، كونه يساهم بشكل قوي في حجز بطاقة الوصول لنهائي البطولة الأقوى على مستوى القارة السمراء للأندية، ولكن علمتنا التجارب أن مقالب الساحرة المستديرة لا تنتهي، وهي لا تحترم إلا من يبذل الجهد والعرق داخل المستطيل الأخضر ويقدم جواز المرور حتى يتم اعتماده.